الذي يستطيع أن يظهر دينه هذا لا بأس أن يبقى، خاصة إذا كان من أهل البلاد، مثل أمريكي أسلم لا يقال لهاجر من أمريكا يقول أنا أستطيع أن أظهر ديني هناك، أصلي وألتحي وأقول لا إله إلا الله وزوجتي تلبس الحجاب، وهذا ما المعنى، يبقى في بلده. وهكذا سائر البلاد الكفر، إذا كان الإنسان يستطيع أن يظهر دينه طيب ولا يمتنع من ذلك هذا لا شيء عليه، أو كان له حاجة هناك يدرس يتطبب يعالج هناك أو يدعو أو يتاجر في هذه البلاد فلا بأس إن شاء الله تعالى إذا كان أيضا يستطيع أن يظهر دينه. نعم.